ينضم إلينا من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان. مصطفى، نتوقف معك على أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية العراقي إذن فؤاد حسين حول تورط العراق بالحرب بأي شكل من الأشكال، ونتعرف على الموقف العراقي الرسمي. بالضبط شاهدت كما ذكرت، العراق يعتبر دخول العراق في ساحة الحرب هو ورطة بالتحديد، وهذا يتجلى في تصريحات الحكومة العراقية ومستشار الأمن القومي، ويوم أمس موقف رئاسة الجمهورية العراقية ووزارة الخارجية عندما زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي بغداد والتقى عدد من المسؤولين. يوم أمس كان هناك تأكيد واضح على عدم رغبة العراق بالدخول في أو في الدخول كطرف في الحرب أو الصراع الإسرائيلي الإيراني، بما في ذلك عدم زج أجواء العراق في هذا الصراع، ويقصد هنا تبادل الرشقات الصاروخية سواء من إيران عبر أجواء العراق أو حتى من الفصائل العراقية المسلحة التي ينقسم جزء كبير منها في الموقف حتى الآن. عدد كبير من الفصائل العراقية التي كانت تتمسك بالعمليات العسكرية الآن باتت تحت مظلة الحكومة العراقية التي ترغب بالتهدئة وخفض حدة التوتر، فيما يتمسك عدد آخر من هذه الفصائل بالعمل المسلح. العمليات المسلحة للفصائل العراقية ما زالت مستمرة، هناك بيانات تصدر من قبل منصات داخل منصات تابعة لهذه الفصائل بأنها تستهدف مواقع إسرائيلية وحتى خارج إسرائيل وداخل إسرائيل، نتيجة للعمليات العسكرية الجارية في لبنان وغزة. مصطفى، تحركات رسمية عراقية كانت أيضا قائمة ولازالت قائمة بهدف حصر السلاح بيد الدولة، بأي شكل أتت هذه التحركات اليوم؟ كيف اختلفت عن محاولات سابقة؟ والأهم من ذلك، كيف قوبلت في الداخل العراقي؟ هي عملية قديمة وليست جديدة، لكن الشروع بها بدأ خلال اليومين الماضيين. وزارة الداخلية العراقية كانت قد خططت لعملية جمع وحصر السلاح بيد الدولة من خلال شراء هذه الأسلحة من العشائر العراقية. العشائر العراقية تمتلك حتى أسلحة متوسطة وثقيلة، هناك خطة بدأت بها وزارة الداخلية لاحتواء هذه الأزمة. الحديث الآن يتركز عن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل العراقية. يوم أمس عندما زار وزير الخارجية الإيراني بغداد، الحكومة العراقية حاولت أن تضغط على هذه الفصائل من خلال ارتباطها بإيران لمنعها من الدخول في حرب ومنعها من شن هجمات متكررة، خصوصا مع وجود تهديدات إسرائيلية أمريكية بأن استمرار العمليات سيؤدي إلى شن ضربات على العراق. التصريحات الحكومية السابقة كانت تتحدث على أن العراق من خلال جهد حكومي واسع جنب العراق ضربة كانت محتملة بعد استهداف فصائل عراقية لأهداف إسرائيلية قتل فيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأيضا استهداف قواعد التحالف الدولي، لكن استمرار هذه العمليات هو من يهدد الوضع بالعراق، وهذا ما تريده الحكومة العراقية، التهدئة وسحب السلاح من هذه الفصائل، على الأقل وقف العمليات خلال هذه الفترة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد مراسلنا مصطفى سلمان.